بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا في هذا اليوم راح تكون تحت عنوان مخاطر الحريق والانفجار. هذه هي المحاضرة الثالثة في سلسلة مواضيع لها علاقة بالهازارد اند سيفتي. مقدمة: هنا العمال اللي موجودين عادة في موقع العمل اللي يقومون بأعمال في مناطق نسبيا حارة أو ساخنة، مثل مناطق يحصل بها عملية لحام قطع، لحام بالنحاس، الطحن، كل هذول العمال ممكن أن يتعرضون لخطر الحرائق عن طريق اشتعال مواد قابلة للاشتعال، ونتيجة تسرب الغاز أيضا القابل للاشتعال إلى الفضاء اللي يدير دار مداره من معدات العمل الساخنة. زين، الآن طبعا اكو هناك ايضا العديد من الاسباب الاخرى اللي قد تسبب الحرائق، منها انه الانظمة الكهربائية اللي موجودة لا تتحمل احمال عليها نتيجة ارتفاع درجة حرارة الاسلاك او التوصيلات. ايضا ممكن ان تتواجد مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المعدات اللي تنتج حرارة أو شعلة أو شرارة. أيضا ممكن أن تكون هناك أبخرة وسوائل قابلة للاشتعال. أيضا الأسلاك الكهربائية إذا وجدت بظروف غير جيدة ممكن تسبب حرائق. وجود البطاريات أيضا ممكن يكون سبب، والتدخين في مباني المعامل من قبل بعض العاملين ممكن يكون خطر أو سبب في شنو حصول حريق. كيف يحصل الاشتعال؟ طبعا يحصل الاشتعال بشكل طبيعي عندما تتوفر بعض العناصر وتتحد بخلطة مناسبة. زين، هاي العناصر هي شنو؟ الحرارة، الوقود، وعوامل مؤكسدة مثل الأكسجين. أيضا هذه العناصر ممكن أن تتجمع وتكون ما يسمى بموديل مثلث الاشتعال Fire Triangle. إذا ممكن أن يحصل الاشتعال نتيجة تكون شنو هذا Fire Triangle. أوكي، خلينا نجي شوية تفصيل أكثر على تكون الاشتعال، ونأخذ بنظر الاعتبار كيف يحصل الانفجارات. أول نقطة راح نتحدث عنها هي عندما يتم اكتمال ما يسمى بمثلث الاشتعال. هنا طبعا لا زال بعض الناس يعتقدون أن الاشتعال مستحيل ولا يمكن أن تحصل الانفجارات، ولا ينبغي قبول القضاء على مصادر الاشتعال كأساس وحيد للسيطرة. طبعا من المسلم به أنه من الصعب التحكم في مصادر الاشتعال زين في حفرة البئر. احنا هنا نحاول نخصص الموضوع لعمليات الدريلينج، الحفر، البئر النفطي. عندما يمكن أن يتحد الوقود والهواء في حفرة البئر أو الوالبور، يجب افتراض أنه قد يكون هناك مصدر للاشتعال، وأن مثلث الاشتعال ممكن أن شنو يكتمل. زين، لاحظ هذا التفصيل اللي موجود هنا. طبعا هذا التشارت كلش مهم.
هذا يمثل لي مثلث الاشتعال اللي احنا يجب ان ناخذه بنظر الاعتبار لاي بير نفطي. الاضلاع الثلاثه لمثلث الاشتعال مين تتكون؟ تتكون من الطاقه اللي يصير بها اجنيشن زين بدايه الاشتعال، والاكسجين اللي يكون موجود بالهواء، والوقود اللي هو عباره عن مواد هيدروكربونيه. خلينا نعطي تفاصيل اكثر على هذا الشارت. بالنسبه للطاقه طبعا هنا وين مصادرها؟ ممكن تكون مناطق ساخنه، ممكن تكون قوس او شراره كهربائيه، ممكن تكون كهرباء استاتيكيه او سطوح ساخنه، احتكاك او شراره ميكانيكيه، مواد كيميائيه فعاله، او ممكن يكون شنو احتراق داخلي تلقائي، وممكن يكون ايضا تفاعل كيميائي يسبب اشتعال ذاتي، وممكن يكون هناك انضغاط او انكباس مما يسبب في بدء الاشتعال، وممكن يكون هناك تحلل فجائي او تفاعل محفز. هاي كلها وين تصير؟ هنا ضمن اللاين مال من؟ مال الطاقه. اذا اجينا بالنسبه لمصادر الهواء او الاكسجين، هنا العمليه ممكن يكون مخطط لها انه احنا نضيف هواء. في هالحاله العمليه تعتمد على من؟ على الهواء كاساس، وايضا على ما موجود من تقنيات تنقيه الهواء او تطهيره. طبعا هذا اللاين مثل ما قلنا هو اللاين الخاص بايش؟ بتوفر الاكسجين. ممكن ايضا العمليه غير مخطط لها، يعني وجود هواء غير مخطط له، وهاي عاده شلون نلقاها؟ عمليات غير متوازيه، المسح او عمليات اخرى بسبب خلق فراغ، او وجود فجوات هوائيه مخلقه، او نتيجه عمليات النصب وخدمات المعدات، او نتيجه وجود عمليه اكسده باي انواعها، او وجود مواد هيدروكربونيه مؤكسده، او تفاعلات كيميائيه، او انتاج النيتروجين في نفس المكان، او انطلاق هيدروكربونات الى الهواء. هاي كلها وين موجوده؟ في خانه مصادر الاكسجين. نجي على الجزء اللي موجود بالوقود، اللي هو ممكن يكون غازات، سوائل ابخره، مواد كيميائيه، مواد صلبه. خلينا نبدي من الغازات. ممكن يكون غاز طبيعي، كبريتيد الهيدروجين، غاز مسيل تحت ضغوط عاليه، او ممكن يكون غازات اخرى قابله للاشتعال موجوده زين، مثل الهيدروجين، الاستيلين. اما بالنسبه للسوائل هنا والأبخرة، ممكن يكون نفط خام، ممكن يكون أيضا سوائل مضغوطة مسيلة، ممكن تكون مواد هيدروكربونية، وممكن تكون الغازولين، الديزل، وأي مصادر أخرى من الوقود، وممكن يكون غاز الميثانول. بالنسبة للمواد الكيميائية ممكن تكون مذيبات، مواد تنظيف، بعض المركبات الخاصة الهيدروليكية اللي تستخدم كسوائل هيدروليك، بعض مواد التشحيم، ومواد كيميائية تستخدم لخدمة البئر وتنشيطه خاصة في عمليات الإيوار. وأخيرا عندنا المواد الصلبة اللي تتكون عادة من مواد تشحيم، سدادات، حشوات، أورنجات، حواجز، صمامات، ممكن تكون أصباغ أو مواد طلع. هذا الترينجل مهم جدا، اريدك تراجعه بالبيت وتحاول تفتهمه زين. نجي الان الى التعريف مال الفاير ترينجل دايجرام اللي قبل شويه شفناه. هو مخطط مثلث الاشتعال يوضح بعض الانواع المختلفه من الوقود والاكسجين ومصادر الاشتعال المحتمله الموجوده عاده في صناعه النفط والغاز زين، في المواقع النفطية أو المنابع النفطية، والتي لديها القدرة على إشعال الحرائق أو تشكيل مخاليط قابلة للانفجار. لاحظ الآن نوت أنه
في معظم الحالات من خلال القضاء على جانب واحد من هذا المثلث كلك التخلص من احتمال نشوب حريق أو انفجار. يعني أي واحد من ذني إذا حاولنا أن نتوقفه أو نزيله أو نقلل تأثيره هذا المثلث بعد ما يشتغل. ومع ذلك ونظرا للطبيعة الديناميكية للحفر وعمليات الإكمال وخدمات الآبار فليس من السهل دائما تحقيق هاي العملية. زين الآن إذا إجينا على هاي المصادر الأساسية والعناصر الأساسية الثلاثة اللي هي الطاقة زين والوقود والأكسجين، هاي موجودة بكميات صحيحة، يجب أن تكون موجودة بكميات صحيحة وبالقرب من بعضها البعض حتى تسبب حريق أو انفجار. هاي هي القاعدة الأساسية اللي لازم نتبعها حتى شنو يحصل الانفجار. طبعا تتضمن العوامل المهمة اللي يجب وضعها في الاعتبار ما يلي: أول شيء المستوى الأدنى للانفجار اللي هي شنو اللي هي يسموها lower شنو explosive limit، والمستوى الأعلى للانفجار اللي هي upper explosive limit. أوكي طبعا هذا هو نطاق تركيز بخار قابل للاشتعال في الهواء اللي يمكن أن شنو يسبب اشتعال المزيج الغازي والانفجار. طاقة الاشتعال هنا أو الignition بدء الاشتعال هذا هو مستوى الطاقة اللازمة لإشعال خليط قابل للاشتعال. طبعا يتأثر هذا بيش الignition energy يتأثر بدرجة الحرارة الضغط والرطوبة النسبية، وعندنا المزيج أو الخليط من مصادر الوقود. زين طبعا هذا يمكن أن يؤدي إلى خلط المركبات بخصائص كيميائية مختلفة والتي تؤدي إلى توفر مواد فريدة ذات خصائص أيضا مختلفة بشكل كبير عن المركبات الأصلية اللي كانت موجودة بها. العنصر الآخر به هو يعتمد التنفيذ الفعال لأنشطة حفر البئر على التواصل الفعال، احنا نسميه effective communication ما بين العاملين، ويجب أن يكون في اتجاهين يعني تفاهم متبادل موثقة بشكل مناسب وتتضمن معلومات واقعية حول الأنشطة المخطط لها دائر مدار من البئر. طبعا هنا الخطورة وخطوات التخلص منها أو الحد منها يجب أن تتوفر. زين الآن إذا رحنا إلى النقطة C هنا يجب مراعاة عمليات التسليم بين المشرفين السوبرفايزرز أوكي والكادر والعمليات المتزامنة احنا نسميها هنا السينكرونايزد أو الكونكرنت ومستوى إشراف المقاولين أو المقاول أوكي. الآن إذا إجينا إلى عوامل الخطر الحرجة اللي هي ما تسمى بالcritical risk factors هي كالتالي: أول شيء الهيدروكربونات السائلة وسوائل القابلة شنو للاشتعال تخفض الطاقة المطلوبة للاشتعال. أوكي هاي يعني شنو تسرع من عملية الاشتعال. طبعا هنا يخفض كبريتيد الهيدروجين مستوى الأدنى للانفجار وينتج كبريتيد حديد ذات الاشتعال، ويمكن أن تمتص طبعا هنا يمكن أن تمتص سواء صيانة الآبار اللي هي الأويل بيست اللي تعتمد على الزيت غاز الأكسجين وبالتالي شو تكون مصدر سريع الاشتعال. يمكن أن يكون لخلط المواد الكيميائية أيضا تأثيرات شنو غير متوقعة ويمكن للضغط ودرجة الحرارة المرتفعة أن تسبب في الاشتعال الذاتي. زين طبعا هنا يمكن أن يؤدي الضغط السريع أو التغيرات في درجة الحرارة إلى حدوث حوادث متفجرة. طبعا تجميع البخاليط المتفجرة في أنظمة مغلقة حيث تجمع المكونات معا وتسمع بارتفاع الضغط بسرعة مما يسبب شنو حصول أيضا ظروف قابلة للانفجار. يمكن أن يتسبب أيضا الهواء المحبوس الموجود مسبقا في تعقيد العمليات الآمنة. هاي كلها شنو عوامل الخطر الحرجة. طبعا لأغراض السيطرة هناك بعض الضوابط اللي لازم نضعها. أول شيء fuel control السيطرة على الوقود
طبعا هنا تتضمن التنقية والتطهير والاحتواء المناسب واختيار السوائل البديلة. أيضا عندنا السيطرة على الأكسجين، هنا معدات العزل أو أنظمة الإنذار، التخزين المناسب للمواد الكيميائية، ومعرفة المستوى الأدنى للانفجار. عندنا أيضا السيطرة على الطاقة، تخفيض الجهد والضغط ودرجة الحرارة، وأيضا ما يسمى بعمليات الأجيتيشن، يعني عمليات الخلط تقليلها، واستخدام ضباب الماء. هنا التحكم في مصادر الطاقة يكون أكثر صعوبة مقارنة بيش بالتحكم في مصادر الوقود الأكسجين. أوكي، الآن إذا أجينا إلى هذا الشارت، أيضا هذا مهم، هنا معناها الريسك أسسمنت. العملية تتم كالتالي: لازم أول شيء نشوف شنو الشروط ومستوى الخطر ونحدد الإجراءات المطلوبة. خلينا نيجي على الجزء الأول اللي يتضمن مستوى خطر نسميه unprobable. الـ unprobable هنا يعني غير محتمل، يعني مستوى الخطر أدنى، ولذلك أعطيناه اللون الأخضر. هنا هاي العملية تتضمن إنه إحنا واثقين من التخلص من كل الهواء اللي يمكن أن يتوفر أو يكون موجود من مصادر الوقود. هنا العملية مفهومة جيدا، الموظفين يكونوا مدربين وذو خبرة جيدة، وإذا تأثير كبير للعمليات الآمنة موجودة في ظل ظروف متطابقة تقريبا. زين، شنو هي الإجراءات اللي نسويها هنا؟ أول شيء الإجراءات تتضمن دمج محتوى إدارة مخاطر الحرائق والانفجارات في إجراء السلامة الحالية بما في ذلك. أول شيء اجتماعات السلامة قبل العمل وتقييم المخاطر، تفتيش موقع العمل والمعدات، مراجعة مؤهلات العمل، وأيضا اليقظة بسبب فشل ما يسمى بالشنو الحواجز والسيطرة. طبعا الخطر الثاني عندما يصل إلى ممكن possible، ولذلك حولنا للون الأصفر، هنا احتمال وجود مثلث الاشتعال، احتمالية، أكو احتمالية للوجوده. واثقا من ان عمليات الخطر الحرجه لا تحصل، العمليات مفهومه جيدا، الموظفين ايضا مدربين وذو خبره، وشنو هنا يتطلب نوع من الاجراءات، منها انه تلك المذكوره على كلها نبديها مشموله، بالاضافه الى التالي: تقييمات المخاطر الخاصه باداره المخاطر، الحرائق والانفجارات القابلة لإعادة الاستخدام، اليقظة لتغيير الظروف أو المكونات، ومراجعة وثيقة بيانات سلامة المواد، ومراجعة وثيقة نقل البضائع الخطرة، وتصاريح العمل الآمنة. هاي كلها وين نسويها؟ هاي نسويها كخطوات للتعامل في حالة وجود شنو؟ خطر أو مستوى خطر ممكن. نجي على النوع الآخر اللي هو مستوى الخطر المحتمل، يعني الأعلى اللي اللون الأحمر. هنا وجود مثلث الاشتعال وارد جدا. زين، في الحالة قد يكون هناك عامل خطر واحد أو أكثر، قد يكون هناك ظروف عمليات البئر غير مفهومة جيدا، عمليات أو تقنيات جديدة أو غير مفهومة بالنسبة للعاملين، وتاريخ حوادث في ظل ظروف مماثلة موجودة هنا. في الحالة احنا شنو الإجراءات اللي نسويها؟ الإجراءات اللي نسويها هنا تتضمن كل المذكور سابقا في الأولى والثانية، بالإضافة إلى يتم إعداد خطط لإدارة مخاطر الحرائق والانفجارات التفصيلية والمحددة للموقع قبل العمليات، ويتم أيضا شنو؟ يتم الانتهاء من تقييم المخاطر و بشكل موثق، والوثائق متاحة للجميع في موقع العمل. هذا المخطط تحليل المخاطر أيضا مهم، وأرجو منكم أن تعيلوا يعني فد أهمية خاصة. زين، الآن إذا أجينا كيف نمنع الانفجار والحرائق؟ أول شيء ركز على العمليات اللي تتطلب عناية خاصة، عمليات تتطلب عناية خاصة، مثلا إضافة مصدر الأكسجين عبدا إلى النظام، توجد سوائل عالية الانضغاط أو قابلة للاشتعال، أو سوائل هيدروكربونية. طبعا يمكن للأكسجين دخول نظام مغلق من غير قصد، وأيضا يتم إدخال مصادر الاشتعال
شنو؟ في المناطق الخطرة. هاي أولاً. هنا عندنا ثانياً يجب أن يكون هناك شيء مخطط. شنو هي المخطط؟ وصف العمل اللي يتعين القيام به، ووضع قائمة بالوقود والأكسجين ومصادر الطاقة اللي تكون قد تكون موجودة في النظام، وإدراج عناصر شنو التحكم المطلوبة بناء على المكونات المحددة، وأيضا التأكد من تدريب العاملين على المخاطر ذات الصلة وخطط الوقاية الخاصة بالموقع وإجراءات الطوارئ. زين، أيضا هنا أكو دور لما يسمى بالسوبرفايزر اللي هم المشرفين. شنو هذا الدور مالهم؟ إكمال التدريب على الحرائق والانفجارات، ضمان قيام زملاء العمل بالشيء نفسه، وأيضا تنفيذ معرف المخاطر والسيطرة عليها، زين، والتحدي أولئك الذين يعملون بأمان. يعني الشخص اللي ما يشتغل بأمان يجب أن نحاول نرشده، وتشجيع الأبلاغ عن العاملين غير الآمنين، ودائما الإبلاغ في حالة وجود أي خطر. طبعا هناك أكو دور للعاملين. شنو هذا الدور؟ إكمال التدريب على الحرائق والانفجارات، تنفيذ خطط وإجراءات وضوابط منع الحرائق والانفجارات، وأيضا التبليغ عن مخاطر الحريق. لاحظ هذا، التبليغ عن مخاطر الحريق والانفجار دور الجميع، وأيضا تحدي أولئك الذين لا يعملون بإيمان، أيضا هذا دور الجميع، والإبلاغ عن العمل الغير آمن، أيضا مثل ما قلنا دور الجميع. هنا المتطلبات تدريب، لازم يكون هناك دائما تدريب. طبعا أكو تدريب أساسي اللي هو البيسك ليفل اللي يوفر للعاملين، زين، هذا يوسع مثلث الاحتراق وعوامل الخطر الحرجة، وأيضا يسبب سيطرة ونوع من الكوميونيكيشن، اتصال. أما الأدفانس المتقدم فهو يتوفر عادة للمصممين والسوبرفايزرز المشرفين والإدارة. هنا تفاصيل إضافية يجب أن توفر عن الوقود ومصادر الأكسجين ومصادر الطاقة، وأيضا تطوير خطة الوقاية من الحريق والانفجار، وإدارة التغيير، ما يسمى بإدارة التغيير. وهنا يمكن للشركات تدريب الموظفين في نفس موقع العمل داخليا. زين، هنا طبعا أنواع الحرائق، الفاير كلاسز، حريق A B C D E. حريق A تتضمن مواد عضوية صلبة، أوكي، مثل الورق هذا الأخشاب إلى آخره. حريق B يتضمن مواد قابلة للاشتعال، سوائل بالأغلب، والبترول والغازولين والأويل. وحريق C اللي هي تتضمن غازات قابلة للاشتعال، والحريق D يتضمن معادن قابلة للاشتعال، والحريق E يتضمن أجهزة كهربائية قابلة للاشتعال. طبعا هناك عدة طرق لإطفاء الحرائق. هاي هي الطفايات الموجودة. النوع الأول يعتمد على الماء، النوع الثاني على ما يسمى بالفوم، وممكن يكون وات كيميكال فاير، يعني في حالة انه مواد كيميائية رطبة او معادن سببت احتراق، وايضا الجافة، مواد كيميائية جافة، وثاني اكسيد الكربون، وهاي عادة كل وحدة مخصصة لحريق معين. طبعا هناك ايضا سيارات خاصة لإطفاء الحرائق، ممكن تحوي على ماء، او ممكن يحوي على ثاني اكسيد الكربون، او مواد كيميائية جافة. هنا طبعا اكو بيسك بريكوشن. شنو هاي البيسك بريكوشن؟ يعني اجراءات يجب اتخاذها اساسية حتى نمنع شنو؟ نمنع الحرائق. شنو هي هاي؟ خلي نلخصها بهاي النقاط بالشكل التالي. اول شيء، القيام بالاعمال اللي الساخنة في مكان امن، أو مع إزالة مخاطر الحريق أو تغطيتها. ثانياً، استخدام الحماية المناسبة لحصر الحرارة والشرار والخبث ولحماية مخاطر الحريق غير المنقولة. ثالثاً، لا نقوم بعمل ساخن حيث توجد أبخرة قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال. رابعاً، يجب نقل العمل والمعدات خارج المناطق الخطرة كلما أمكن ذلك. خامساً، جعل معدات إطفاء الحريق المناسبة متاحة على الفور في حالة الجاهزية.
قد تكون هاي المعدات متكونة من عبارة عن يعني قد يكون حاوية من الماء أو السطل إحنا ما نسميه أو دلو من الرمل أو الخراطيم أو طفايات محمولة، تعتمد على طبيعة وكمية المواد القابلة للاشتعال المعرضة. أيضا عندي تعيين سادسا أو سابعا أفراد إضافيين لمراقبة الحريق للحماية من الحريق أثناء أداء العمل الساخن. طبعا ثامنا المطلوب مراقبة الحريق عن طريق إجراء اللحام أو القطع في الموقع اللي قد يتطور فيه أي شيء أكبر من حريق طفيف. وتاسعا مراقبة الجو باستخدام كاشف الغاز. وعاشرا إذا تجاوز الغاز القابل للاشتعال قياس معين مثلا 10% من المستوى الأدنى للانفجار يجب إيقاف العمل. وأيضا أخيرا دعش حدد مصدر الغاز وأصلح شنو التسرب. أوكي، نحاول ننهي المحاضرة بتطبيق على الآبار. هنا بالنسبة للآبار النفطية والغاز، مصادر إشعال مواقع البئر تتضمن طبعا هناك عدة مصادر اشتعال المحتمل، الغازات والسوائل القابلة للاشتعال في موقع الحفر. طبعا من الضروري أيضا توفير برنامج آمن عام للاشتعال يمكن أن يستبق المخاطر المحتملة للنار والانفجار. الحلول الممكنة في هذه العملية تتضمن ما يلي. أول شيء احنا هنا نحكي عن الحلول، أول شيء توفير مانعات شرارة لمحركات الاحتراق الداخلي. يجب وضع علامات ممنوع التدخين حيثما توجد مخاطر غاز أو بخار قابل للاشتعال، وتحديد موقع المعدات أو المرافق المنتجة للشرر بعيدا عن مناطق الخطر المحتملة، وأيضا منع اللهب المكشوف من المناطق المجاورة علما لمنصة الحفر. زين، أنهي المحاضرة أعزائي الطلاب بالهومورك الواجب البيتي اللي أو رقم 3 اللي يتضمن هنا، خلي أقرأ لكم إياه. يقول لك انظر إلى المخاطر المحتملة التالية واللي هي باللون الأحمر: الاحتراق بواسطة غاز قابل للاشتعال أو انفجار ناتج عن تراكم غازات مثل الميثان أو كبريتيد الهيدروجين، زين، حول منطقة رأس البئر. أوكي، هنا ما هي الإجراءات الاحترازية شنو لهذه أو الحلول لهذا الخطر. أوكي، الورك هومورك الثاني هو عندنا أكو نوع من السوبرفايزرز يسموهم مراقبي الحرائق اللي يسموهم ووتشرز. شنو هي واجبات هذول الووتشرز؟ أوكي، مراقبي الحرائق، ما هي واجبات شنو مراقبي الحرائق؟ شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة بعونه تعالى. لا تنسوا أن يكون جوابكم للواجب البيتي محصورا فقط في المنطقة المخصصة للإجابة على جوجل كلاس روم في مكان يسموه الـ Work Assignment. شكرا وإلى اللقاء.